أخبار المهرية باختصار: ميليشيا المجلس الانتقالي تمنع مدير ميناء سقطرى من مزاولة مهمه. المجلس أعاق عمل العديد من المسؤولين منذ سيطرته على الأرخبيل منتصف العام الماضي. تأخر مهمة الفريق الأممي لتقييم الناقلة صافر إلى أوائل مارس المقبل. متحدث باسم الأمم المتحدة عز التأخير لإشكالية واجهت الفريق متعلقة بالشحن الدولي. نزوح 700 شخص على الأقل منذ منتصف يناير جراء تصاعد القتال في الحديدة. إحصائية أممية رصدت وقوع ضحايا من المدنيين وتضرر المنازل في حيس والدريهمي. المدير الفني لنادي ليون يرحب بعودة مهاجم الفريق السابق كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الحالي. وكيل أعمال بنزيما السابق صرح مؤخراً أن المهاجم الفرنسي حريص على العودة لصفوف ليون قبل نهاية مسيرته. سماء مكة المكرمة تشهد ظاهرة فلكية متمثلة في تعامد القمر على الكعبة المشرفة، ظاهرة من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر. إلى اللقاء باختصار آخر.